معانا مدام ساره. صباح الخير يا مدام ساره. أيوة صباح الخير يا دكتور. اهلا بيكي. أهلا بحضرتك دكتور. أنا والدة أول مرة قيصري من حوالي 3 سنين ونص، ايوه تمام، ودي الولادة التانية ليا. أنا دلوقتي حامل في الشهر 9، ايوه والمفروض إن أنا دلوقتي يعني السيناريو الأولاني خالص قال لي إن الإكسبكتد ديت يوم 10/9، والآخر سيناريو عاملاه من يومين قال لي الإكسبكتد ديت يوم 16/9، تمام. كويس. مع أيوة حضرتك، دكتور حضرتك معايا. معاك يا فندم، معاك. المهم الدكتور كنت عندها اللي بتابع معاها، كنت عندها من يومين بعد ما شافت السونار اللي هو فيه اكسبكتد ديت 16/9، وقالت لي انا همشي على اول سونار اللي هو الاكسبكتد ديت فيه يوم 10/9، وهتولد يوم 25/8 قيصريه برضه. فقالت كويس. لي لان القيصري الثاني ما بيقدرش يستنى اكتر من الاسبوع 36. المشكله يا دكتور ان في السونار الاخير ده طلع لي ان الرئه بتاعت البنت مش مكتمله، وطلع لي ان وزن البنت 2.5 كيلو. وهي قالت لي ما تقلقيش من الموضوع ده خالص، على ما يجي الاسبوع الجاي اللي هو في يوم الخميس 25/8 هيكون كل حاجه اتظبطت. وقالت لي هتاخدي حقنتين للرئه، حقنه كل 12 ساعه للرئه بتاعت البيبي، وهتاخديهم قبل الولاده بيوم واحد، يعني المفروض ان اول يوم الخميس هاخدهم يوم الاربعاء. طبعا انا شفت على النت وكده وسالت، لقيت ان الحقن دي اصلا المفروض لو هتتاخد تتاخد قبلها بمده اسبوع او اسبوعين على الاقل، فانا قلقانه بصراحه. بص يا فندم، حضرتك عملت السونار بره، كان الدوبلر بتاع البيبي كويس او تدفق الدم للطفل طبيعي؟ ايه يا فندم؟ تدفق الدم للطفل طبيعي لما عملتي السونار اللي عملتيه قال بره؟ لي، قالت لي في السونار وقالت لي ان الميه حوالين الجيزه كويسه، والوضع بتاع الجيزه كله كويس ما فيهوش اي مشاكل، طب بس هرد هي على، الحاجتين دول ان وزنه 2.5 كيلو وان الرئه بتاعته مش مكتمله. هرد على حضرتك تحت امرك. الموضوع طبعا حضرتك، السؤال بتاع حضرتك هو سؤال كويس قوي لانه بيفتح لنا اكتر من نقطه بنتكلم فيها. اول نقطه حساب امتى ميعاد الولاده، وده نقطه مهمه قوي. دايما بيقول للسادات هذه قصه لازم تحسم في اول 3 اشهر، بمعنى انا كلما زاد حجم سن الطفل كلما زاد حجمه كلما تدخلت العوامل الوراثيه في نموه. ابوه طويل فالبيبي يطلع طويل، فلما اجي اقيسه بدل ما الاقيه 36 اسبوع زي ما هو الاقيه 38 اسبوع. الاب عريض نفس الكلام، الام قصيره نفس الكلام. يبقى لازم كلما زاد الطفل كلما زاد تاثير العوامل الوراثيه عليه. يبقى لازم في الفتره الاولانيه العوامل الوراثيه تاثيرها عليه بيبقى ضعيف جدا. عشان كده لما بنعمل سونار في اول 3 اشهر دايما السونار ما بيبقاش قاطع باليوم، دايما يقول لك مثلا البيبي ده حامل 13 اسبوع زائد او ناقص 3 او 4 ايام. لكن لما بنيجي نخش ناحيه التاسع بعد ال 32 وال 33 34 اسبوع يقول لك زائد او ناقص اسبوعين، لان الاختلاف بيبقى وزن الرينج وزن اسبوعين. فكلما كبر الطفل كلما الرينج بتاعي في الاخطاء في تقييم سن الطفل كلما زاد. يبقى افضل وقت لتقييم سن الطفل هو في خلال الشهور الثلاثة، أو يعني في الشهر الثالث ما بين الثالث والرابع، لأن ده أهم فترة. يبقى أول حاجة أنا لو عشان أحدد الطفل ميعاد سن الطفل وميعاد الولادة بالذات لو حاولت قيصري لازم هذا يحسم في على حدود الشهر الثالث، بنأكده بالتاريخ بتاعنا لآخر دورة لو إحنا متأكدين منه، وبنؤكد هذا التاريخ بالسونار. إذا تطابقوا مع بعض يبقى إحنا غالبا الامور ماشيه في الطبيعي ويبقى الميعاد ممتاز. لو لم يتطابقوا حسب بقى التاريخ بتاع السيده، هل الدوره منتظمه مش منتظمه، بترضع بتاخد رسمه حمل، بنختار ايهما اقرب للطبيعي وايهما اكثر امانا للطفل. ادي اول نقطه. تاني نقطه، فكره ان السيده كل مره تيجي لي اغير لها ميعاد الولاده هذا مش منطقي. بمعنى انا النهاردة عيد ميلادي يوم ابني يوم 10/5، بس السنة دي ابني كل كويس قوي وكبر كويس قوي، هل ممكن يبقى عيد ميلاده السنة دي 10/4 عشان هو السنة دي زاد بسرعة؟ لا، يبقى تاريخ الميلاد هو يوم ثابت لا يختلف ولا يتغير حسب نمو الطفل. نمو الطفل شيء، والتاريخ اكتمال 40 اسبوع بتاعنا شيء تاني.
يبقى التاريخ اللي بنديه ده هو انتهاية 40 اسبوع او 19 اسبوع من اول يوم في البيريد. هذا يوم لا يختلف، ما ينفعش النهارده اقول لها هتولدي يوم 10/7 والمره الجايه اقول لها هتولدي يوم 6/7 والمره الجايه اقول لها 16/7، هو يوم ثابت ولا يتغير. ادي تاني حاجه. تالت حاجه بخصوص ميعاد القيصريه، الكتاب بيقول دايما افضل وقت للقيصريه هو ما بين هو في خلال الاسبوع 39، يعني في حدود من اسبوعين لاسبوع من نهاية اخر الدورة. يعني لو حضرتك معاد النهاية التاسع بالنسبة لك مثلا 30/8، يبقى انت افضل معاد الولادة من 23/30/8. ما قبل ذلك لا يستحب الا اذا كنت انا مضطر اورد حضرتك الى سبب لهذا. لكن عشان حديث تاني قيصرية نولد 36 اسبوع، هذا كلام عالي تماما من الصحة، لازم نكسر ال 38 طالما البيبي ما فيهوش مشكلة ابدا. تالت حاجة قصة حقن الرئة. حقن الرئة صحيح وهذه جرعة صحيحة التي بتاخديها، لكن جرعة حقن الرئة محتاجة على الأقل 48 ساعة عشان ناخد أحسن تأثير ليها، 48 ساعة بعد آخر جرعة لحقن الرئة، وهذا التأثير الأفضل في خلال أسبوع من الانتهاء. يبقى أنا محتاج 48 ساعة عشان ناخد البست ريزلت أو أحسن تأثير ليها، واحسن تاثير ليها على الاطلاق في يعني والتاثير بتاعها بيدوم تقريبا لمده اسبوع. فلو سمحتي حضرتك نستنى ال 38 اسبوع، ما تعرضيش الابن في حاجات، حتى لو مش هيخش حضانه مع بلاده مبكره ممكن يجي نفسنا سريع اللي بنسميه تي تي ان، اللي هو بيبقى لسه الطفل مش قادر انه يحافظ على نفسه بطريقه طبيعيه، الكبد مش قادر يشيل الصفره فتبص تلاقيه جاله صفره. الاستعجال هو ده اللي بيزود دايما معدل دخول الاطفال في الحضانات. دخول الحضانات ما هوش ميزه، بالعكس هو يفضل البعد عنه قدر المستطاع، ودي لازم تكون من اهم الحاجات اللي الدكتور بيفكر فيها، ازاي يقي هذا الطفل ويقي هذه العائله مشاكل الحضانات، بين مشاكل ماديه وبين مشاكل طبيه. ده المهم قوي نحطها في حساباتنا. ارجوكي لا نستنى شويه عن الميعاد ده ونطمن على حضرتك.